يستعد للطرد من سبال وفقا لصحيفة لا غازيتا ديلو سبورت. فإن نادي سبال سيقيل دانييلي دي روسي بعد 4 أشهر فقط من تعيينه. فاز الدولي الإيطالي السابق ب13 من 17 مباراة خاضها مع فريق دوري الدرجة الثانية، وخسر آخر 3 مباريات متتالية. ذكرت جازيتا أن الرئيس جوتا كوبينا قرر الآن إقالته وتوظيف ماسيمو أودو. فاز كل من أودو وديروسي بكأس العالم مع إيطاليا عام 2006. وسيكون تاكوبينا في إيطاليا يوم الثلاثاء، وبدأ في البداية على استعداد لمنح ديروسي فرصة أخيرة لتغيير الأمور، ومع ذلك ورد أنه غير رأيه. لذلك من المتوقع أن يؤكد سبال إقالة ديروسي في الساعات المقبلة. يناضل سبال حاليا في منطقة الهبوط في دور الدرجة الثانية بفارق نقطة واحدة عن بريشيا. فاز ديروسي ب3 مباريات في الدوري هذا الموسم، وتعادل في 6 مباريات وخسر 7، كما خسر مباراة في كأس إيطاليا أمام جنوة في أكتوبر بعد وقت قصير من تعيينه.